للحديث عن الموضوع معنا من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. دكتور عبد القادر، بداية مرحبا بك، هل أطلعتنا على تفاصيل حملتكم الأخيرة في عملية الفلوجة؟ نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة هذه الحملة هي من الحملات الكبيرة التي تنظمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بشكل مستمر. هناك تقريبا لا يقل عن حملة شهريا تقوم بها المنظمة لدعم العائلات النازحة الموجودة في مخيمات النزوح، سواء كان ذلك في محافظة الأنبار أو في المحافظات الشمالية الأخرى في الموصل أو صلاح الدين أو كركوك أو ديالة. هذه الحملة كانت تشتمل على منح مالية تقدمها المنظمة لهذه العائلات الموجودة في مخيمات عامرية الفلوجة. هذا المخيم الكبير هو يضم عدد من المخيمات الصغيرة، و يعني عدد العائلات الموجودة فيه تقريبا 1000 عائلة نازحة موجودة في هذا المخيم. وشملت هذه الحملة توزيع المنح المالية على كل هذه العائلات الموجودة في هذا المخيم في عامرية الفلوجة. كيف هي أوضاع النازحين في المخيمات لا سيما في فصل الشتاء وهذه الظروف الجوية القاسية؟ بالتأكيد يعني معاناتهم مستمرة للأسف الشديد، وتزداد يعني هذه المعاناة مع قساوة الظروف المناخية والحياتية اليومية. الآن كما تعلمون هذه موجة البرد والانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي اجتاح المنطقة، وتزداد معاناتهم بالتأكيد، ونسأل الله يخفف عنهم ويعينهم في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما هذه الظروف الصعبة مع قلة ذات اليد وقلة الدعم الحكومي. حسب شهادة هؤلاء النازحين، استمعنا إلى شهاداتهم، لأنه هناك نقص كبير في المواد الغذائية والطبية، هناك أي ضعف في الدعم، لا يوجد دعم إلا في فترات متباعدة، يعني شهرين أو ثلاثة يمر عليهم ولا يعني يرون أي دعم من الجهات المعنية بهذا الموضوع. حقيقة المنظمة يعني في زياراتها الدورية ومتابعتها لشؤون هؤلاء النازحين يعني تقدم ما تستطيع تقديمه، وهو يمثل الحد الأدنى من الدعم ومن الجهد والعمل الإغاثي لما يقدمون لما يحتاجونه هؤلاء النازحون في هذه المخيمات في هذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ يعني هذه المأساة المستمرة، يعني مع الإهمال الحكومي المستمر لهذه المأساة ولملف النازحين الذي يكاد يغيب خلال المرحلة الماضية وهذه المرحلة، تفاقم أوضاع النازحين على يعني بشكل مأساوي على هذا النحو، هل هناك خطط مستقبلية دكتور لإغاثة النازحين في المخيمات؟ بالنسبة للمنظمة نعم، يعني نحن كما قلت هناك يعني تواصل دائم وبشكل مستمر مع إدارات هذه المخيمات والوقوف على حاجتهم، ونقدم ما نستطيع، منظمة تقدم ما تستطيع بشكل دوري، سواء كان مواد غذائية أو مساعدات عينية أو كذلك ملابس أطفال أو ملابس المدارس، وكذلك المنح المالية، لأغلب هؤلاء يفضلون المنح المالية التي يعني تكون أكثر يعني المساعدة، يعني يحتاجونها أكثر من بقية المواد. فالحمد لله نحن مستمرين معهم في الدعم والتواصل والوقوف على حاجات بما نستطيع وفق إمكانيات المنظمة وهي محدودة، ولكن أيضا نحن نوجه رسالة بالحقيقة إلى جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية أن لا تتباطأ في دعم هؤلاء النازحين، معاناتهم مستمرة، ويعني بسبب أنهم بعيدين عن الأضواء وبعيدين عن ساعة الأحداث، فنستطيع يعني نتمنى أن يعود الدعم كما كانوا في الأوقات السابقة، لأن هؤلاء هم يعني لهم حقوق علينا من الناحية الإنسانية ولهم حقوق في حياة يعني كريمة في هذه الظروف الصعبة اللي يمرون. من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، شكرا جزيلا لك.